بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مع بعض نتعرف على الليست بوكس او صندوق القائمة. طبعا دي عبارة عن جزء موجودة في الفصل الثاني اللي هو بيندرج تحت عنوان اسمه تحديد الاختيارات. في تحديد الاختيارات احنا اتكلمنا على 4 حاجات. كنا بنتكلم اول حاجة على التشيك بوكس او صندوق المراجعة، وبعدين بنتكلم على حاجة اسمها اوبشن بوتون اللي هو زر البدائل، وبعدين رقم 3 الليست بوكس اللي هو صندوق القوائم اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، واخر حاجة فيه كانت الكومبو بوكس او الصندوق الموحد. دولت العناصر او الكيانات اللي بنستخدمها علشان نتيح لليوزر انه يختار حاجة او يختار حاجة تانية. طيب ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لتحديد الاختيارات. بالنسبة للتشيك بوكس اللي هو صندوق المراجعة والاوبشن بوتون اللي هو زر البدائل، موجود الفيديوهات بتاعتهم قبل كده. اما بالنسبة للليست بوكس فدي اول مرة تنزلوا فيديوهات، فاتمنى انها تحقق الغرض المطلوب منها ان شاء الله. لما اجي اتعامل مع اي كيان بجيبه من صندوق الادوات، وبالتالي ناخد بالنا من كذا حاجة مطلوب نعرفها لأي كيان بنتعامل معاه. مطلوب تعرف أول حاجة التعريف أو استخدامه، تاني حاجة مطلوب تعرف الخصائص أو أهم الخصائص اللي أنت محتاجها له، تالت حاجة مطلوب تعرف حاجة اسمها الميثودز أو الطرق. طيب الكلام ده طبعا احنا عرفناه بالنسبة للكيانات اللي قبل كده، زي مثلا البوتون تعريفه عبارة عن كيان بيستخدم لتنفيذ أوامر لما نضغط عليه. طب خصائصه، اهم خاصيه بنتكلم عليها بالنسبه له خاصيه الكابشن. لو خدنا اللافته كمثال هنقول ان هي بتستخدم لعنوانه المتحكمات الاخرى، ده التعريف او الاستخدام. بالنسبه لخصائصها اهم خاصيه لها خاصيه الكابشن. خلاص وهكذا بقيه الايه، بقيه الكيانات اللي انت درستها على مدار الكورس اللي هم حوالي 12 كيان. طب بالنسبه للليست بوكس تعريفه ايه يا باشمهندس؟ قال لك والله تعالى نشوف نفهم المعنى بتاعه الاول. كلمه بوكس يعني صندوق، وكلمه ليست يعني قائمه، فبيتقال عليه صندوق القوائم. طيب القائمة يا باشمهندس احنا بنستخدمها ليه؟ في الطبيعي بتاعنا بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها علشان نكتب فيها كذا عنصر، وبالتالي صندوق القوائم هنقول عليه هو عبارة عن كيان أو صندوق بيستخدم ليضم مجموعة من العناصر، وبعد كده ايه اللي يتم؟ اليوزر هيختار من العناصر ديت، هيختار منها واحد أو أكتر. يبقى ده التعريف أو الاستخدام بتاعه، هو عبارة عن كيان بيستخدم لضم مجموعة من العناصر بحيث يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار عنصر او اكتر من عنصر. طبعا المستخدم مين؟ اللي هيستخدم البرنامج اللي انت صممته، انت بتسمى بروجرامر، اما المستخدم ده اللي انت هتديله البرنامج علشان يستخدمه. يبقى ده التعريف بتاعه يا باشمهندسين، اقوله لاخر مره، هو عباره عن كيان بيستخدم ليضم مجموعه من العناصر بحيث يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار عنصر او اكتر من العناصر دي. طب بالنسبه للخصائص بتاعته يا باشمهندس، عندي 6 خصائص تكون عارفهم وتكون عارف كيفيه استخدامهم. طب بالنسبه لاول خاصيه عندي خاصيه الليست. طب احنا طبعا اغلب شغلنا المفروض ان هو عملي، فاحنا هنروح نشغل البرنامج الاول ونبتدي نحط الليست بوكس من صندوق الادوات. ادي الليست بوكس اهوت لما بنشاور عليها، نحطها من صندوق الادوات داخل النموذج، وبعدين نبتدي نبص على الخصائص المهمه عندنا. اول خاصيه عندي اللي هي خاصيه مين؟ خاصيه ليست. نبص كده، نعمل سيلكت الليسته، نروح نبص، طبعا النيم بتاعها اسمها ليست واحد، هنروح نبص على خاصيه اسمها خاصيه ايه؟ خاصيه ليست. هنلاقي الخاصيه ديت موجوده هنا كده، هضغط على السهم يفتح لي قائمه منسدله، اقدر من خلال القائمه المنسدله ان انا اكتب العناصر اللي انا عايز احطها في الليست. مثلا هنيجي نقول له انجينيرنج اللي هي كليه الهندسه، كنترول انتر، يعني اضغط كنترول مع انتر علشان ادخل كمان عنصر. اقول له مثلا كوميرس، كوميرس يعني تجاره، كليه التجاره، كنترول انتر، ونقول له مثلا ميديسين، طب. بعدين خلصت العناصر كلها اقول له انتر، يبقى كده هيقوم جاي ايه، ظاهر لي العناصر اللي انا اخترتها عندي هنا يا باشمهندسين. يبقى ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للخاصيه اللي اسمها ليست. طب الخاصيه اللي اسمها ليست عايز اعرف لها ايه تاني؟ اولا اي خاصيه محتاج تعرف لها طريقه العمل في وضع التصميم، تاني حاجه طريقه العمل في وضع التشغيل. طب انا كده يا باشمهندس عرفت طريقه العمل فين؟ في وضع التصميم، بعمل سيلكت للليسته او للقائمه واروح على خاصيه ليست، تظهر لي القائمه المنسدله لما اضغط على السهم، ابتدي ادخل العناصر بتاعتي بالطريقه اللي قلناها. طيب لو افترضنا ان انا عايز اتعامل في وضع التشغيل، طب ايه اللي انت عايز تعمله في وضع التشغيل؟ حاجه من اتنين، يا اما ادخل عنصر هنا في وضع التشغيل، يا اما اقرا عنصر موجود. طيب تعال نحط زرار هنا ونحط جنبه ليبل، ادي لافته، ونيجي نقول عايزين نصمم برنامج. البرنامج ده بيعمل ايه يا باشمهندس؟ لما بضغط عليه بيضيف عنصر جوه الليسته. تاني عايزين نعمل برنامج، لما اضغط على الزرار ده، في زرار لما اضغط على الزرار ده يضيف عنصر جوه الليسته. طب اللافته لها لازمه دلوقتي؟ لا ملهاش لازمه، نشيلها تاني ومعلش ونرجع تاني للزرار. طيب الطريقه بقى يا باشمهندسين، عشان الناس اللي بتقول عندي صعوبه في كتابه الكود، اولا الحدث بتاعك برايفت سب واند سب، وبعدين اسم الحدث اسم الزرار اسف او اسم الكائن كوماند واحد، والحدث بتاعه كليك. يبقى لما اضغط على الزرار اللي اسمه كوماند واحد هينفذ الاوامر اللي انا هكتبها هنا دلوقتي، والكلام ده احنا عارفين.
طيب انا لما اجي اتعامل مع اي خاصيه كنت بتعامل معاها ازاي؟ اسم الكيان دوت اسم الخاصيه. طب اسم الكيان ايه يا باشمهندسين؟ اسمه ليست واحد، ده اللي انا عايز اتعامل معاه، دوت اسم الخاصيه اللي انا عايز اوصل لها ايه؟ خاصيه اسمها خاصيه ليست. طيب وبعدين هقول له مثلا صفر واقول له بتساوي وليكن علي. يبقى انا عايز اقول له ايه يا باشمهندسين؟ عايز اقول له انا عايز اروح على الخاصيه اللي اسمها ليست بتاعت ليست واحد واحط جواها القيمه اللي اسمها علي. طب تعالوا نعمل ران كده ونشوف. نضغط كده، شايفين اللي حصل؟ راح على المكان رقم صفر وحط فيه كلمه علي. طبعا ناخد بالنا ان الترتيب بتاع الليسته هو صفر واحد اتنين، يعني العنصر ده رقمه في الليسته اتنين مش تلاته، خلاص كده؟ طيب لو انا رحت يا باشمهندس قفلت وقلت له مثلا شيل الصفر ديت واكتب مثلا واحد، وبعدين قلت له رن وعملت كومن واحد، عمل ايه يا باشمهندسين؟ راح على المكان رقم واحد وكتب جواه ايه؟ كلمه علي، طبعا بيمسح اللي فيه. طب لو رحت يا باشمهندس قلت له كده على المكان رقم ثلاثه وقلت له رن، فين؟ ادي صفر واحد اتنين، يبقى المفروض يكتب فين؟ نجرب، هتلاقيه كتب في المكان رقم ثلاثه، وهكذا يا باشمهندسين. احنا اتعلمنا ازاي نحط قيمه في الليسته. طب خد بالك بقى من حاجه، لما تيجي تتعامل مع اي خاصيه، انت لما تيجي تتعامل مع خاصيه عندك طريقتين، يا اما تديها قيمه زي ما انا عملت دلوقتي، انا اديت الخاصيه ليست اديتها قيمه علي، يا اما تاخد انت منها قيمه، يعني انت تقراها بمعنى اصح. طيب مثلا يا باشمهندس انا هاجي اجيب لافته اركبها عندي هنا، وبدل ما اقول له الليست واحد دوت ليست بتساوي كذا، لا انا هعمل حاجه تاني، هعمل زرار تاني اسمه كوماند 2، وجواها اقول له ايه بقى؟ خدوا بالكم، هقول له ليبل واحد دوت كابشن بتساوي ليست واحد دوت ليست اوف مثلا صفر. يبقى ايه اللي بيتم كده يا باشمهندس؟ ايه الفرق لما تكون دي كده على يميني على شمال اليساوي، ولما تكون على يميني اليساوي؟ لما تكون على اليمين ده معناه اقراها وحطها في الكابشن، لكن لما تكون على الشمال ده معناه هات القيمه اللي هي على اليمين ديت وحطها في الليست. يبقى ناخد بالنا، لان علامه اليساوي بياخد من اليمين يحط فين؟ في الشمال. يبقى انت لما تيجي تتعامل مع اي خاصيه في الكود قدامك حاجتين، يا اما تحط قيمه في الخاصيه ديت، يا اما تقرا القيمه بتاعت الخاصيه ديت وتعرضها على حاجه او تتعامل معاها زي ما انت عاوز تتعامل معاها. طيب لما نيجي نعمل ران نضغط على كوماند 2، شايفين اللي حصل؟ عمل ايه يا باشمهندس؟ اهو انا قلت له في كوماند 2 قلت له روح على الليست واحد، راح على الليست واحد، روح على خاصيه ليست يعني عايز اقرا منها حاجه. طب عايز تقرا منها العنصر رقم كام؟ رقم صفر، فجاب العنصر رقم صفر اللي هو انجينيرنج. طب بعد ما بتجيبه عايز توديه فين؟ عايز اوديه على الكابشن بتاعت الليبل، فقام جاي عرضه على الليبل يا باشمهندس. طب لو ضغطت على كوماند واحد، لا كوماند واحد كان عكس، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا مش عايز اقرا من الليست ده، انا عايز اكتب جوه الليست. طب اكتب جوه الليست ازاي؟ قال لك ليست واحد دوت ليست اوف ثلاثه اكتب لي في المكان رقم ثلاثه كلمه ايه؟ كلمه علي. يبقى انا كده يا باشمهندسين عرفت طريقه التعامل مع الليست، سواء كان هقرا من الليست او هكتب فين؟ او هكتب في الليست. الكلام ده مهم جدا ليه يا باشمهندس؟ لان احيانا الدكتور يقول لك ايه؟ يقول لك استقبل بيانات 10 طلاب مع اضافه اسمائهم في ليست، يبقى انا كده هكتب في الليسته. الدكتور دي يقول لك طريقه ثانيه، يقول لك اجمع لي درجات الطلبه اللي موجوده في اتنين ليست قدامك، يبقى جايب لك ادي ليسته وواحده كمان جنبها كده، بيقول لك ايه؟ انا عايز اجمع دولت على دولت، يبقى انت لازم تقرا الرقم عشان تجمعه. يبقى انا كده عندي يا اما قراءه يا اما ايه؟ يا اما كتابه، او بمعنى صح يا اما هقرا من الليسته يا اما هكتب قيمه في الليسته. ده بالنسبه للخاصيه الاولانيه اللي هي خاصيه ايه؟ خاصيه ليست. طيب لو افترضت يا باشمهندسين ان انا مثلا عايز استقبل من اليوزر قيم واخزنها في الليسته، استقبل من اليوزر قيم ازاي؟ عن طريق التكست. يبقى انا يا باشمهندسين اقول له ايه؟ هقول له كده مثلا بدل ما كنت بستقبل اقول له كلمه علي ثابته، هقول له لا تكست واحد دوت ايه؟ دوت تكست. طيب وبعدين عشان الكلام ده يتنفذ لازم يكون عندي تكست بوكس موجود هنا، فانا هاجي اعمل ايه يا باشمهندسين؟ هعمل رن وبعدين اضغط على كوماند واحد، هتلاحظوا ان كلمه تكست اتنقلت هنا. طب لو انا شلت تكست واحد وقلت له مثلا ايه؟ وقلت له ابراهيم، وقلت له كوماند واحد تاني، هتلاحظوا ان كلمه ابراهيم اتنقلت هنا، وخد بالك ان هو بيتنقل في المكان الثالث ما بيتغيرش. ليه؟ لان انا هنا مثبت القيمه 3، عايزه بقى ينقل في المكان الرابع، يبقى لازم انت تزود الثلاثه ديت تخليها 4 وهكذا يا باشمهندسين. يبقى اذا انا ممكن اكتب كلمه ثابته او ممكن اخد الكلمه اللي موجوده فين؟ الموجوده في تكست. طبعا المفروض ان الناس مشروح لها في الفصل الثالث بعد كده الانبوت بوكس، وده الافضل ان انت تستخدمه علشان تستقبل بدل من مين؟ بدل من التكست بوكس. ده كده بالنسبه لخاصيه، بالنسبه لايه؟ لخاصيه ليست. طيب في كمان خاصيه عندي اسمها خاصيه ليست اندكس، وبتقول لك كده بتستخدم للحصول على رقم العنصر المختار. يعني انا مثلا هشيل الكلام ده، او بلاش نسيب الايه؟ نسيب الكلام ده، هشيل الامر ده خالص، الزرار الاولاني مش عايز منه حاجه، وهاجي جوه الزرار الثاني
اقول له ايه يا باشمهندس؟ هقول له انا عايز اقرا العنصر رقم صفر واضيفه في الكابشن بتاع الليبل. وكمان ايه يا باشمهندس؟ عايز اقول له كده ليبل 2 دوت كابشن بتساوي ليست 1 دوت ليست ايه؟ ليست اندكس. طبعا الكلام ده خطأ. ليه؟ لان مفيش هنا ليبل 2 في النموذج، فانا هقوم جاي رايح جايب ليبل 2 ومركبها. خد بالك ايه موضوع ليست 1 دوت ليست اندكس ديت؟ ما احنا قلنا اتفقنا ان اكتب الخاصيه ازاي. بتكتب اول حاجه اسم الكيان، وبعدين الدوت، وبعدين اسم الايه؟ اسم الخاصيه. واحنا قلنا ان اسم الخاصيه ليست اندكس. طب تعالوا نعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل. كوماند 2 عمل ايه يا باشمهندس؟ كوماند 2، كوماند 2 قام جايب العنصر رقم صفر اهو، وحطه في الليبل الاولانيه، وكتب لك هنا سالب 1. ليه بقى؟ لان انا قلت له يا باشمهندس كده، قلت له في الليبل الاولانيه حط لي العنصر رقم صفر خلاص. طب وفي الليبل الثانيه قلت له حط لي الليست اندكس بتاعت الليسته. طب ايه الليست اندكس؟ قال لك رقم العنصر المختار. طب هل انت اخترت حاجه؟ لا، فكتب لك سالب 1. يبقى اذا الليست اندكس ديت لو انت ما اخترتش بتديك سالب 1. طب لو انا اخترت مثلا حاجه زي كده اهوت هيديك رقم 1. طب لو انا اخترت ده هيديك رقم 2. طب لو انا اخترت ده هيديك هنا رقم كام بقى؟ رقم صفر، لان الترتيب بيبدا من كام؟ بيبدا من صفر. فده بالنسبه لمين يا باشمهندس؟ بالنسبه لخاصيه ليست اندكس. طيب انا كده خلصت ليست اندكس، مش محتاجين فيها اكتر من كده. في عندي كمان خاصيه اسمها خاصيه ليست كاونت، اللي هي بتستخدم ليه يا باشمهندس؟ بتستخدم للحصول على عدد العناصر اللي موجوده في الليسته. يعني هنيجي كده كمان نحط كمان ليبل عشان يبقى عندي 3 ليبل، وبعدين هنيجي كده نقول له ليبل 3 دوت كابشن بتساوي ليست 1 دوت ليست كاونت، ونعمل رن ونضغط على كوماند 2. هتلاحظ ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ كلمه انجينيرنج اتعرضت، السالب 1 اتعرض لان انا ما اخترتش حاجه، هنا اتعرض 3. ليه بقى؟ لان عدد العناصر اللي موجوده عندي 3 بصرف النظر عن ترقيمهم، لان ترقيمهم من 0 ل 2، لكن ليست كاونت بتديك العدد بتاعهم اللي هو كام؟ اللي هو 3. وانا قايل له هنا ايه؟ قايل له هات لي العدد بتاعهم اللي موجود في ليست 1 ويعرضه على الكابشن بتاع الليبل رقم 3. فنبقى فاهمين كل خاصيه بتعمل ايه وكيفيه استخدام كل خاصيه. طبعا انا لو غيرت وعملت كده هتلاحظ اللي اتغير، هتلاحظ ان ديت كلمه، ان ديت 2 اتغيرت وعملت هنا. وطبعا لو غيرت الصفر ده وخليته 1 هتلاحظ ان كلمه كوميرس هي اللي هتظهر هنا مش كلمه انجينيرنج. ده بالنسبه ليا يا باشمهندسين بالنسبه للخاصيه رقم 3. طيب قبل ما نخش الخاصيه 4 و5 و6 عايزين نرجع للخاصيه ا وب ونبتدي نستشف منهم حاجه ثانيه او معلومه جديده، اللي هي ايه بقى؟ بقول لك لو انا عايز اعمل ران ولما اضغط على كوماند 2 ما يعرضليش هنا كلمه انجينيرنج، لا انا عايزه يعرض الكلمه اللي انا اخترتها. يعني انا اخترت ميديسين يعرض ميديسين، اخترت كوميرس يعرض كوميرس، اخترت انجينيرنج يعرض انجينيرنج، ما يفضلش يعرض انجينيرنج كده على طول. ده معناه ان انا عايز اعرض ايه؟ عايز اعرض قيمه العنصر المختار. طيب خد بالك بقى، انا عندي خاصيه اسمها ليست اندكس بتديني رقم، رقم ايه؟ العنصر المختار. طب انا مش عايز رقم، ده انا عايز القيمه بتاعته. يعني ايه؟ يعني ده كده ميديسين رقمها 2، طب قيمتها؟ قيمتها كلمه ميديسين نفسها. فانا هنا يا باشمهندسين ده بيديني رقم فانا عايز قيمته. طب خاصيه ليست كنت انا بعمل فيها؟ كنت بديها رقم تديني قيمته. فانا ايه اللي هعمله بقى؟ انا هقوم جاي واخد ديت كده واقوم جاي حاططها مكان الصفر. فاصبح ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا باشمهندسين ان انا بقول له ايه بقى؟ بقول له روح على ليست 1 وهات لي قيمه الاتي. عايز قيمه مين؟ قيمه الرقم ده. طب الرقم ده هو رقم ايه؟ رقم العنصر المختار. طب تعالوا نعمل ران كده ونجرب. انا هشيل ده كده واعمل ران. لما اضغط على كوماند 2 هتلاحظوا انه ما عرضش حاجه هنا. ليه يا باشمهندس؟ قال لك هو انت اخترت حاجه؟ انت بتقول له اعرض قيمه العنصر المختار بس انت ما اخترتش حاجه. طب لو قلت له ميديسين عرض لك ميديسين، لو قلت له كوميرس عرض لك كوميرس، لو قلت له انجينيرنج عرض لك انجينيرنج. خلاص كده؟ يبقى اذا الحته دي ملحوظه مهمه جدا 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 وبتيجي كتير جدا في مسائل الليست بوكس، فنبقى واخدين بالنا منها، اللي هي كيفيه التعامل مع العنصر المختار. ده بالنسبه ليا يا باشمهندسين بالنسبه لخاصيه ليست اندكس. طيب نكمل بعد كده في الخاصيه رقم 4، خاصيه مالتي سيلكت. هعمل سيلكت كده للليسته واروح على خاصيه عندي اسمها خاصيه مالتي سيلكت. ادي مالتي سيلكت يا باشمهندسين، مكتوب عليها هنا ايه؟ مكتوب عليها صفر وجنبها نان. يعني ايه نان؟ يعني مفيش تعدد اختيارات. وكلمه مالتي سيلكت معناها تعدد الاختيارات. يعني انا دلوقتي لما اعمل ران
وعاوز اختار عنصر ده، وبعدين عايز اختار كمان عنصر تاني ما بعرفش، حتى لو انا ضغط كنترول او اي طريقه ما بتعرفش. فقال لك انا عايز اتيح تعدد الاختيار في الليسته، فبتروح كده على خاصيه مالتي سيلكت حرف الام، ادي مالتي سيلكت، هتلاقي يقول لك صفر نان، يعني كده ما فيش تعدد اختيارات. طب لو قلت له واحد مكتوب جنبها سيمبل، فانا هاجي اقول له ران كده، لما اجي اضغط على انجينيرنج واضغط تاني على ميديسين من غير اي حاجه، هو بس مجرد بالماوس بس، هتلاقيه اختار ميديسين. لو ضغطت على كوميرس هيختارها. طب لو رجعت ضغطت على ميديسين تاني بيلغي الاختيار بتاعه. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لو انا اخترت المالتي سيلكت بواحد. طب لو انا رجعت اخترتها بدل ما هي واحد اخترتها اتنين يا باشمهندس، هتيجي تعمل ران كده وتيجي تختار بالماوس، تيجي تختار واحده كمان بالماوس ما يرضاش، لازم تضغط كنترول معاها هنا، يبقى هنا كنترول فيختار او يلغي الاختيار. اذا ملخص خاصيه مالتي سيلكت هي عباره عن خاصيه بتسمح تعدد الاختيار داخل القائمه او داخل صندوق القوائم، ولها ثلاث قيم، لو كانت بصفر يبقى ما فيش تعدد اختيار، لو كانت بواحد يبقى في تعدد اختيار باستخدام الماوس فقط، لو كانت اتنين يبقى في تعدد اختيار بس باستخدام الماوس وزرار اسمه كنترول من الكيبورد. ده بالنسبه لخاصيه مين؟ خاصيه مالتي سيلكت، وتقدروا تجربوا الكلام ده. بالنسبه لخاصيه ستايل، يعني هي بتستخدمش كتير وتقريبا ما شفناهاش في امتحانات، بس نبقى مطلعين عليها للمعرفه. خاصيه ستايل بيقول لك هي صفر ستاندرد، وبتاخد ايه تاني؟ قيمه واحده، يعني يا صفر يا واحد، اسمها تشيك بوكس. بصوا كده اللي حصل، ان بقى اصبح الليست بوكس الاختيار بتاعها من خلال صندوق مراجعه، يعني لما اعمل ران كده الاختيار بتاعها من خلال صندوق مراجعه زي ما احنا شايفين كده. خلاص يا باشمهندسين زي ما احنا شايفين كده. وطبعا لو انا خليت الستايل بصندوق المراجعه، ده معناه ان تعدد الاختيار اوريدي موجود، لان صندوق المراجعه بيتيح ايه؟ بيتيح تعدد الاختيار. ما علينا، احنا قلنا الجزئيه ديت للمعرفه، مش محتاجين ان احنا نعرف هنروح او مش محتاجين ان احنا نحفظها يعني. هنروح كده نلغي خاصيه ستايل ونخليها بصفر زي ما هي عشان يرجع لاصله تاني. في عندي اخر خاصيه بقى اللي هي خاصيه ايه يا باشمهندسين؟ خاصيه سيلكتد. يعني ايه سيلكتد؟ سيلكتد انا بديها رقم هنا، وهي بتقول لي ترو او فولس بناء على ايه؟ بناء هل اذا كان العنصر ده تم اختياره او لا. يعني لو انا قلت لها مثلا هنا صفر، فسيلكتد ديت هتروح تبص على العنصر رقم صفر، لو كان مختار تقول لي ترو، لو كان مش مختار هتقول لي فولس. طيب تعالى مثلا نجيب زرار تاني ونركبه هنا، ونيجي نقول له ايه بقى؟ نقول له احنا عايزين لو كان تم اختيار العنصر رقم 2 اللي هو ميديسين، اقفل البرنامج. هنقولها له ازاي؟ عايزين نقول له لو تم، لو يعني اف اللي احنا عارفينها. عايزين نروح لخاصيه اسمها سيلكتد، نروح لها ازاي؟ اول حاجه اكتب اسم الكيان ليست واحد دوت. طب الخاصيه اسمها ايه؟ اسمها سيلكتد. طب عايز تديها يا باشمهندس؟ هديها رقم العنصر اللي هو 2، لان كلمه ميديسين رقمها 2. هقول له لو كانت بتساوي ترو. يعني ايه لو بتساوي ترو؟ يعني لو كان اليوزر اختار العنصر رقم 2 زين اند البرنامج مثلا، او اعمل اي حاجه ثانيه بصرف النظر يعني. تمام، ايه اللي هيحصل بقى يا باشمهندسين؟ اهو روح على الليست رقم 1، وبعدين شوف لي العنصر رقم 2 تم اختياره ولا لا. ازاي؟ لو لقيت السيلكتد بتاعته بترو يبقى تم اختياره، اذا اقفل البرنامج. تعالوا نعمل ران كده ونضغط على انجينيرنج ونقول له كوماند 1، ما عملش حاجه، او كوميرس او انجينيرنج مش هيعمل حاجه. لكن لما اضغط على ميديسين واقول له كوماند 1 هتلاقيه ان هو عمل ايه؟ قفل البرنامج يا باشمهندس. فنبقى واخدين بالنا من الخاصيه اللي اسمها خاصيه سيلكتد، ودايما طريقه استخدامها ان هي بتصطدم مع الاف بالشكل ده. يعني هي دايما او في الغالب 99% منها ان انا بستخدمها مع مين؟ مع خاصيه الاف، او اسف مع شرط الاف. طيب ده بالنسبه لخاصيه سيلكتد، وطبعا انا هحاول اشرح لكم امثله على الكلام ده علشان يبقى الكلام ده واضح. اخر حاجه عندنا ثلاث طرق، اللي هي ليست واحد اد ايتم، ليست واحد ريموف ايتم، ليست واحد كلير. وطبعا الطريقه او داله هي عباره عن داله بتستخدم لتنفيذ امر معين. يعني اد ايتم بتستخدم عشان اضيف عنصر. طب يا باشمهندس ما انت شرحت لنا اضافه عنصر قبل كده. ما هيبقى عندي طريقتين. طيب ريموف ايتم حذف عنصر. طب الكلير بيمسح القائمه كلها. خلينا ناخد كلير كده، نيجي كده جوه الزرار ده نقول له ليست واحد دوت كلير. وخد بالك في فرق ما بين الخاصيه وما بين الداله. الميثود دايما بتظهر بالايه؟ بالشكل اللي قدامك ده. هنيجي نقول له كده ران، نضغط على كوماند واحد هتلاقيه مسح الايه؟ مسح الليسته كلها. طيب جميل، خلينا مثلا نقول ليست واحد كلير، بدل ليست واحد كلير نقول له ليست واحد اد ايتم، ونقول له مثلا ضيف مثلا كلمه احمد، ونقول له ران، ونضغط على كوماند واحد هيضيف لك احمد هنا، نضغط على كوماند واحد هيضيف لك احمد. ليه كل مره بيضيف كلمه احمد على السطر اللي عليه الدور يا باشمهندسين؟
فاذا ليست واحد دوت اد ايتم، اد ايتم بتضيف ايه؟ بتضيف عنصر. خد بالك في ناس كتير بتغلط في الامتحان وتعمل ايه؟ وتعمل هنا يساوي، غلط. في ناس كتير بتغلط وما تحطش الدبل كوتيشن، غلط. فنبقى الناس اللي بتجرب بايديها هي ديت الناس اللي ما بتغلطش في الحاجات دي. وطبعا كل اللي بيغلط في اللقطات ديت بينقص عليها درجات طبعا، مفيش كلام. يطلع الطالب من الامتحان يقول لك انا حالل كل حاجه صح، في حين ان هو ايه؟ بيكتب يساوي، يكتب حاجات غلط، فبينقص، بياخد نص الدرجه يعني، على الاكثر بياخد نص الدرجه، لان ده معناه ان هو ما اشتغلش عمل. طيب ده ليست واحد دوت اد ايتم. ممكن نعمل حاجه تانية كده، نقول له كوما ونقول له مثلا العنصر المكان رقم واحد، ونعمل ران كده نجرب كوماند واحد. هتلاحظوا ايه اللي حصل؟ ان هو راح ده ضاف كلمه احمد بس في المكان رقم واحد. طب هل لغى اللي قبل اللي كان موجود؟ لا، هنا عمل ترحيل لكلمه كوميرس وميديسين تحت، وكتب كلمه احمد في المكان رقم واحد زي ايه؟ زي ما انا قلت له في الامر، قلت له ليست واحد اد ايتم كلمه احمد وواحد. طيب ده كده بالنسبه لكل الكلام اللي موجود على ليست واحد دوت اد ايتم. طب لو انا جيت يا باشمهندس قلت له دوت ريموف ايتم، لازم اديله هنا بقى رقم العنصر اللي انا عايز احذفه. لو قلت له مثلا رقم العنصر واحد ونعمل رن وضغطت هنا، قام جاي حذف كلمه كوميرس. طب لو ضغطت تاني هيحذف ميديسين، ليه؟ لان ميديسين بقت المكان رقم واحد فحذفها، فيبقى ريموف ايتم بتستخدم لحذف الايه؟ بتستخدم لحذف عنصر. كده يا باشمهندسين انا شرحت لكم المعلومات الأساسية الخاصة بالليست بوكس. من المفروض بعد كده نبتدي نشرح مجموعة من المسائل في الفيديو اللي جاي، وأتمنى إن يكون كده العناصر الأساسية بتاعتها مفهومة بالنسبة لكم، والكلام اللي أنا بقوله ده لازم الناس تجربه بإيديها زي ما أنا بجرب قدامك كده على الفيجوال بيزك. افتح الفيجوال بيزك وجرب، وأنت بتجرب ما تكتفيش باللي أنا شرحته، حاول تألف حاجة من دماغك أو حاول تفكر في أي حاجة من دماغك وتبتدي إن أنت تجربها وتعرف هي صح ولا غلط، ولو هي غلط غلط ليه، ولو هي صح يبقى تكمل تشوف فكرة جديدة ايه تصممها وهكذا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.